نفسي، فانا ما عندي معاناه بزاف وصافي الحمد لله نشكر الله سبحانه وتعالى. يعني معاناه من ناحيه الصحه ومعاناه من ناحيه ماديه وكل شيء. انا مدح ليا فوقيت غير موطور مع حال، يعني استقرت تمويل تاعي معايا استقرت. دابا انت شادك على الوالده؟ راه الوالده هي اللي راه عبدالي البدء، انا ماشي الوالده، انا شاده الوالده، الوالده اللي شاداني. يعني غدا ولا غدا بالنسبه لك انت كتعرف ان الانسان اللي خلات الصحه غدا ولا غدا غتولي بيني ويدي لك كلشي شكون اللي غيرحمك؟ ولا ليت لي تحليل تبين يا ربي باذن الله كنطلبها يا اختي يا ربي، ليت لي شي واحد بين ايدين شي واحد اللي غادي نطلبو. إذا متتبعي قناة شوف تيفي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في مباشر جديد من مدينة الدار البيضاء. كعادة قناة شوف تيفي يعني في العديد من الأوقات كنجيو كنقلوا لكم الأجواء من أمام المستشفيات باش كنسولوا المواطنين على المعاناة ديالهم وخصوصا بالمستشفيات، لأن المعاناة ديال الإنسان اللي كيكون قليل صحة ماشي المعاناة ديال الإنسان اللي كيكون بصحيحته، لأن الصحة هي كل شيء. واخا يكون عندك اموال ديال الدنيا والدين، الا ما عندكش الصحه راه ما كاين والو، فما بالك انك لا صحه لا فلوس. الله يحسن العون. واكيد الطبقات اللي كتجي المستشفيات العموميه راها معروفه، شكون اللي كيجي المستشفيات العموميه؟ كيجيو ليها الناس اللي قلال الحيله، لان يكون عنده الفلوس راه غيمشي بطبيعه الحال لمصحه خاصه، يكون عنده مثلا لاسيغونس غادي يمشي لمصحه خاصه. كنسالوا الله العفو والعافيه، كنسالوا الله سبحانه وتعالى ان يعطي لكل واحد صحيحته، ان كل واحد يجي ويتقضى ليه الغرض ديالو. المشكل اللي كاين في المستشفيات العموميه وخصوصا اننا امام مستشفى بن رشد وكنشوفوا واحد المشاكل هي كبيره وتنقلوها لكم، وخصوصا المشاكل ديال لي رونديفو. الناس كتشوفي بنادم مسكين قليل الصحه غادي جاي غادي جاي، كيديروا هنا الطواف كتبقاي تشوفي فيهم على قبل ورقه. حنا ما تنلوموش الناس اللي خدامين في هذا المستشفى، الله يحسن العون، لان هذا المستشفى ديال بن رشد راه كيستقبل كل نهار اكثر من 2000 حاله. خصنا المسؤولين انكم ديروا مستشفيات في كل مدينه. راه ماشي معقول ان مثلا مدن خارج الدار البيضاء وكتجي الناس اللي فيها ما تلقاوش المستشفى وتيجيو لهاد مستشفى بن رشد، وبطبيعه الحال كيولي الاكتظاظ والمواطن ما كيقضيش الغرض ديالو. بطبيعه الحال كاين اللي كيجي من 6 الصباح، كاين اللي كيجي من 5 الصباح، كاين اللي كيبات هنا، كاين اللي كيجي من مدينه اخرى كيبرك يومين ثلاث ايام باش يطبع ورقه وما كتطبعش ليه، كاين اللي كيجي على قبل العمليه وما كيديرهاش، بزاف ديال المشاكل ما محصوراش ونقلناها لكم ما هي مره ما هي جوج. اليوم تلاقينا مع هاد الشابه هادي، صراحه الوضع ديالها كيقطع في القلب، وضع ماساوي. باقا صغيره مسكينه ولكن للاسف شديد فقدات الرجل ديالها. واش عرفتوا الاحساس انك ما تكونش عندك رجل، تكون عندك غير رجل وحده، كيكونوا عندك جوج رجلين وكتعيا، كتكون بصحيحتك وكتعيا، كيكونوا رجليك بجوج وكتطلع في الدروج وكتسخف، كتكون برجليك بجوج وكتمشي للخدمه وكتجي عيان وكتقول اوف اوف اوف، فما بالك انك تكون عندك غير رجيله وحده وحبوبه في الراس ياك؟ عندي حبوبه في راسي. الله يشافيك. السلام عليكم. وعليكم السلام اختي فاطمة الزهراء. كي بقيتي؟ شويه الحمد لله، الله يجازيك بخير. الله يجازيك ام المحسنين، بغيت اللي يعاوني ماديا بزاف بزاف، عندي معاناه ديال السبيطار، يعني ديما كنجي كونترول وانا ما عنديش رجلي، بغيت اللي يعاوني مثلا في الموتور يعني باش نتنقل. واخا قبل ما نوصل الموتور، الموتور غادي نطلبوا المحسنين اللي اكيد انا متاكده ان المحسنين دائما كيتجاوبوا معنا. موتور ماشي شي حاجه كثيره، كوني على يقين ان المتتبعين ديال قناه شوف تيفي غيتصلوا بك الالاف ان شاء الله. وكنتمنى انني غدا تعيطي لي وتقولي لي راه شريت موتور. قبل من الموتور غادي نسولك كيفاش شفقتي الرجل ديالك؟ انا بنت 15 عام كنت غير كنلعب يعني على اللعب ديال الطفوله بحال ما هكا، وطحت تهرس من رجلي، تقرد ليا العظم مخرج على برا ونعس. يعني هذه مده، يعني انا بنت 15 عام مده يعني طويله، انا دابا زيدت 72 ورا دابا العمر الحمد لله. ما كانش امكانيات ديك الساعه باش تداوي؟ ما كانش امكانيات، الله يجازيك بخير، وقطعوا ليا رجلي ولحد الان انا باقا الحمد لله كنعاني. يعني بقلت الشيء فقدت شي رجلك؟ بقلت شي فقدت الرجل ديالي. سمعوا 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 المشاهدين ديال قناه شوف تيفي، حمد الله وشكروه، حمد الله وشكروه، واللي عنده صحيحته يحمد الله وشكروه. ما يبقاش الانسان من يفيق واوف اوف طالع ليه الدم، اللي عنده صحته يحمد الله وشكروه. ها هي بقلت الامكانيات قطعت ليها رجليها مسكينه. كنتمناو منكم اننا غنحطوا الرقم ديال الهاتف ديالك باش يقدروا يتساعدوا معك.
كملي لي كملي لي المعاناه من درتي 15 عام وانت رجلك مقطوعه. من بات 15 عام وانا رجلي مقطوعه وكنعاني ويعني ماديا ومعنويا والحمد لله الفضل من عند الله هادشي قسموا لي الله. ما عندي ما نقول انا بغيت اخوتي المحسنين يعاونوني الله يجازيهم بخير. عندي الدواء عندي لي ريم بعدا كنديرو من العام للعام هذا ضروري والمعاناه ديال السبيطار اي واحد عارفه عاونوني ماديا الله يجازيهم. لا ماشي اي واحد عارفه راه كاين اللي ما عارفش المعاناه ديال السبيطار. حنا هنا باش نوصلوا للناس المعاناه وباش المسؤولين يشوفوا المعاناه اللي كيعانيوها المواطنين. الحمد لله. عاودي لينا على غير شويه المعاناه. شويه المعاناه يعني انا كنعاني يعني ماديا. علاش كتفيقي بعدا؟ فاش كنبغي هنا نجي للسبيطار والله العظيم كنفيق مع 6 ونص ديال الصباح كناخذ الموتور يعني راه البنات عارف المنطقه ديال الهراويين يعني كناخذ الموتور باش كنتنقل كناخذ الطوبيس. تريبورتر. تريبورتر كنتنقل كناخذ الطوبيس هذا 38. يلا كنوصل هنايا يعني خصك تبقاي واقف وعارف مرجل وحده خصو يبقى واقف يلا باش غادي يطبع ويلا سميتو. دابا والله العظيم راه دابا شحال الساعه راه جيت انا هنا مع شي 6 9 دابا شوفي شحال الساعه ودابا يا جيت مع شي 9 تقريبا تقريبا جايه 11 قال شي حاجه يلا طبعت ويلا غادي ان شاء الله نشوف الطبيبه ديالي والله يجعل ربي يشافي الجميع. هادشي اللي غنقول تقدري بعض المرات تجي تطبعي وما يوصلكش الوقت كاع باش بعض المرات كتقدر تطبع وما يوصلكش الوقت وتمشي بحالك ويعني ديك المعاناه راه ما بالك الانسان بعيد ويتنقل الله يجازيكم بخير الله يجازيكم. كتعيشي انت الوالده ديالك اللي هزات؟ الوالده ديالي هي الله يخليها لي الله يعطيها صحتها وخوتي تما على قد حالهم صراحه على قد حالهم حنا كنعيشوا في دار وحده ماشي دار وحده وقله العشوائيه الكاري انا يعني الهراوي براكه وحده براكه وحنا عايشين فيها حنا كاملين وكاع اللي يعاوني بشي حاجه الله يفتح لي الخوت مزوجين كل واحد كيقول انا راسي الله يحسن العون حتى هما ما عندهمش حتى هما ما عندهمش هما على قد حالهم مزوجين يعني يلا مكافيين مع وليداتهم الله يخليهم لهم ولا عنده شي حاجه الله يخليها لي. ومناش كتعيشي؟ واختي شنو نقول لك انا كنطلب غير الحباب بحال وجاء الحباب اللي كنطلب دابا حاليا يعني كتخرجي قلتي لي تنخرج حدا الجامع وما كنقدش انني نقول للناس عطيوني يعني كتعفي. الحمد لله والله يجعل ربي يفاجئ على كل من فاجئ لي الله يفاجئ علي. انا عارفه نفسك حاره وما كترضيش وهادشي تا هو زايد مأثر عليك. الحمد لله وبزاف ماشي غير شويه يعني عزة النفس والانسان تكون عزيزه على نفسه راه ماشي سهله. عزة النفس وقلت الشيء ماشي سهله. عزة النفس وقلت الشيء ماشي سهله. باش غتمد يديك لواحد واحد كل واحد كي كيشوفك نظره زوينه كل واحد اللي كيشوفك نظره خايبه والله يهدي المجتمع راه ماشي بحال بحال. انت يرحموش الحمد لله ماشي بحال بحال ماشي كاين اللي كيرحم كاين اللي ما كيرحمش كاين اللي كيرحم وكاين اللي ما كيرحمش والله نقول لك هذاك اللي ما كيرحمش اشفك انت ما يترحمش انت كل اللي كيشوفك الواحد يرحمك والله الا ان الله اختي هذا هو الله سبحانه وتعالى هو اللي كيرحم افضل حاجه هو الله سبحانه وتعالى يعني مادام الانسان كيتوكل على الله مادام كتخرجي وكتوكلي على الله راه الله اللي دار تكونوا في الله راه ما عمرو تيخيب. ونعم بالله. شكرا اختي فاطمه. شنو بغيتي دابا؟ شنو الامنيه ديالك والطلب ديالك؟ سمعوا راه كطلب تخيل معايا دابا كاين اللي كيطلب طوموبيل، كاين اللي كيطلب موتور دوك الكبار اس اش وما عرف شنو، كاين اللي كيطلب كل واحد شنو كيطلب وكل واحد عنده شي حاجه وما راضيش بها. الواحد خصو يحمد الله ويشكر على اللي عطاه الله سبحانه وتعالى. شي مادام انك باقي قادر تركب في الطوبيس وتركب في الطاكسي وتركب احمد الله سبحانه وتعالى وشكره. اختنا راه ما باغيه والو مسكينه كطلب ميطار ديال الضو ديال ذوي الاحتياجات الخاصه لان رجلتها ما عندهاش. لاش بغات هذا الموتور؟ بغات باش تبقى تجي للطبيب ما تكرفصش وباش لا مشات طلبات وحنا كلنا كنطلبوا الله سبحانه وتعالى تلقى ما تدي لديك المميمه هي والمميمه تلقى ما تدي ما تاكلو ياك حبيبتي. اذا وجهي النداء ديالك المحسنين. الله يجازيكم بخير اخوتي المحسنين يعني داخل المغرب وخارج المغرب الله يجازيكم بخير. انا بزاف كنطلب موتور يعني موتور سولت لقيت الثمن ديالو غالي. شحال لقيتي الثمن ديالو؟ لقيت اختي لقيت غير كروسا الكتريك لقيت جوج المليون ما عرفتش شي حاجه والموتور هادو اللي كيديروا المعاقين اللي عنده ثلاثه الرويض لقيته بهذا مليون ونص بدون ذوك الرويض اللي كيتزادوا اللور ويعني بغالي عليا ما يعني بجوج المليون تقدري تاخذي موطور. بجوج المليون نقدر ناخذ موطور. اي محسن اللي قد على شي حاجه يديرها معايا الله يجازيكم بخير ويعني حتى شي محسن اللي قد يهزني شهرين راه عندي الدواء عندي كما قلت لي ريم كنديرو من العام لعام ويعني باش غتمد يديك لواحد الانسان في الشارع. احنا ما كرهناكش ما بغيناش شي واحد يعاونك شهريا احنا بغينا لك موطور وبغينا شي مشاريع تبارك تبيعي وتشري وانت تعاوني راسك. الله يجازيك بخير. حيت احنا ما بغيناش حنا شي واحد يعاونك شهريا حيت راه كيعيا اللي يعطي وما يعياليش. يعني عاونوني يعني ندير شي مشروع ونبيع ونشري احسن حاجه نجبدها من الجبين ديالي يعني من العرق ديال كتافي راه احسن حاجه. مزيان مني قلت لك هكا. الله يجازيك بخير اختي فاطمه والله
والله الله يجزيكم بخير اخوتي المحسنين. انا كندير هذا النداء هذا، هذه الاخت شنو لاقيني بها غدا وهي تقول يلا عطيك صحتك ويلا غنطلع في الدروج حتى دويت معاها وهي تقول لي هاكين وكين، قالت لي يلا غنشوفك المحسنين. اي محسن واي اخت ولا سميتو اللي حسس بالحاله ديالي تليفونها هو عندكم، اتصلوا بي الله يجزيكم بخير، الله يجزيكم بخير ماديا ومعنويا، ولو غير تواسيوني راه احسن حاجه. متتبعي قناة شوف تي في، انا كنترجاكم وكنطلبكم وكنعاود نطلبكم وكنعاود نترجاكم. هي قالت لك بغات شي محسن يعاونها كل شهر، كي هي اللي يعطي ما كيعي اللي يشد، اكيد الله يحسن العون. حنا ما كرهناش لا شي ميتر ديال الضو وشي بيعه وشريه اللي تكون على قد الحال، اللي واخا تجيب فيها غير ديك 50 درهم في النار افضل حاجه باش تاكل مسكينه وتشرب والدواء وداك الشيء، ما كرهناش نعاونوها. غنحطوا الرقم ديالها ديال التليفون، والله لا يضيع اجر المحسنين. وتاكدوا بان اي حاجه لقات عليكم الكسيد، لقات عليكم الحوادث، لقات عليكم على وليداتكم البلا، راه الصدقات هي اللي كتلقى هذا الشيء. واي حاجه عطيتيها بيدك اليمنيه راه كترجع لك ديك الساعه باليد الاخرى. غناخذوا الرقم التليفون ديال اختنا وغنحاولوا اننا نعاونوها بالقليل او بالكثير. درهم راه يقدر يجمع 20000 درهم. الله يجزيك بخير. شويه بشويه. شحال الرقم ديالك ديال التليفون؟ 06 62 51 12 74. والله يجازيكم بخير. عندي النمره 06 62 51 12 74. والله يجازيكم بخير، الله يجازيكم بخير. حتى لو عرفتوا شي مشروع انا غنديرو وانا يعني قاده عليه. انت جالسه؟ انا جالسه مكرمه. انا ما عنديش رجلي، عندي رجل وحده. ولا اللي عنده يعني شي فكره ديال شي مشروع انا غنديرو مرحبا. المهم نحس بشي حاجه كنجبدها انا من كتافي، يعني ماشي الانسان حتى كيدير مسكين وكيحيدها من القفه ديال الولاد ويعطيها ليا انا، لا يعني يعاونني في شي مشروع ديال البيع والشراء ديال شي حاجه. الله يجازيكم بخير، اي فكره عند شي محسن يفيدني بها. الله يجازيكم بخير، تبارك الله عليك وعافاكم عافاكم. ما تحاولوش تتصلوا بالسيده على قبل، بعض الناس كيكونوا ما عندهمش العقل اولا كيكونوا فاقدين للاهليه. ملي كنحطوا هاد الارقام ديال المساعده كيبقاو يتصلوا بالناس كيتفلاو عليهم وكيبقاو، راه اللي فيها يكفيها، اللي بغى يتصل بها باش يعاونها ولا بشي كلمه زوينه مرحبا، اللي على شي حاجه عافاكم بلاش. شكرا لكم متتبعي قناه شوف تي في، والى اللقاء في مباشر اخر ان شاء الله، نكونوا تلاقينا معها وهي بالمطر ديالها والمشروع ديالها ان شاء الله.